ولمناقشة أبرز التطورات على الساحة الدولية تنضم إلينا من موسكو مراسلتنا مرام حمصي. صباح الخير مرام. صباح النور إسماعيل، أهلا بك وبجميع المشاهدين. مرام، نبدأ من روسيا. رئيس روسيا فلاديمير بوتين يؤكد أنه سيتولى أمر الجنود الأوكرانيين في كورسك. ما تفاصيل هذا الموضوع؟ نعم إسماعيل، يعني يبدو أن تصريحات الرئيس فلاديمير بوتين كانت قاسية، وحاول من خلالها أن يقول أنه على علم بأدق التفاصيل من خلال العمليات العسكرية التي تجري في الشرق الأوكراني، أو حتى من خلال الهجوم الأوكراني على كورسك، وذلك من خلال اجتماعه مع طلبة في السنوية في سيبيريا على بعد 4500 كيلومتر عن العاصمة موسكو. أهم ما جاء في تصريحاته هو أن القوات الروسية تحقق تقدما في الشرق الأوكراني، وهو تقدم ملحوظ وغير مسبوق، وقد جاء بعد فترة من الجمود حسب تصريحاته، وتقدم القوات الروسية بشكل بطيء، إلا أن هذا الأمر انعكس في الأسابيع الأخيرة، وأصبحت القوات الروسية تتقدم لكيلومترات مربعة حسب تصريحاته في مقاطعة أو في منطقة الدنبار. أيضا قال بأن الهجوم على كورسك هدفه وقف هذه العمليات العسكرية الروسية، ولكن كييف فشلت في تحقيق هذا الهدف، ونحن نتقدم وسنصل إلى الطريق الذي يعتبر قريبا على بيكروفسك، وهي المدينة الاستراتيجية للقوات الأوكرانية، وتعتبر مركز إمداد استراتيجي للجيش الأوكراني. وقال بأن القوات باتت على بعد 10 كيلومترات فقط عن مركز هذه المدينة الحساسة. أيضا من خلال تصريحاته قال أو وصف القوات الأوكرانية التي قامت بالهجوم على كورسك بأنهم قطاع طرق أو لصوص كييف، كما وصفهم فلاديمير بوتين في كلمته، وقال بأن روسيا ستتعامل مع هذه القوات. أيضا من خلال تصريحاته وجه بعض الإنذارات إلى الجانب الغربي، وقال بأننا منفتحون على الحوار مع الغرب، ولكن طالما أن هناك هجمات جماعية من الغرب ومناهضة لروسيا، فإننا سنقوم بالرد بالخطوات المناسبة على أي هجوم من قبل الغرب الجماعي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. لكن إسماعيل، اللافت في الأمر أن تصريحات الرئيس فلاديمير بوتين جاءت تزامنا مع تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أثناء مؤتمر صحفي جمعه برئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، الذي قال من خلال تصريحاته أو دعا الحلفاء الغربيين إلى إعطائه الضوء الأخضر لتنفيذ هجمات بعيدة المدى في الداخل الروسي، وهذا الأمر طبعا يعتبر مقلق، وربما سيكون هناك ردا دبلوماسيا من خلال تصريحات روسية ستصدر قريبا على هذا الموضوع. وتحديدا نحن نعلم أن أساسا روسيا ردت على مثل هذه المقترحات وحذرت من استخدام أسلحة بعيدة المدى في العمق الروسي. أيضا أشار الرئيس فلاديمير زيلينسكي مبررا القيام بهذه الدعوات بأن صباح أمس الاثنين تعرضت بلاده إلى هجمات واسعة النطاق من قبل القوات الروسية، تمثلت بهجمات صاروخية بحوالي 35 صاروخ، وغالبها طبعا تركز في العاصمة كييف. أيضا كان هناك هجمات بالمسيرات بحوالي 23 مسيرة، وبحسب السلطات المحلية تم إسقاط 22 صاروخ و20 مسيرة، ولكن هذا الأمر أيضا ألحق أضرارا كبيرة في العاصمة كييف تحديدا حسب إعلان الرئيس زيلينسكي، وقال بأنه تم تضرر مركز ثقافي إسلامي في كييف، إضافة إلى إصابات بشرية وإصابة شخصين واندلاع حريق في أحد المناطق السكنية في العاصمة كييف، وأيضا تضرر للبنى التحتية. وردا على هذا الأمر، إذا نظرنا إلى التصريحات من قبل رئيس الوزراء الهولندي، شجع على إعطاء مثل
مثل هذه الإشارة أو الضوء الأخضر من قبل الغرب لبدء هجمات بعيدة المدى في روسيا، ولكن قال بأن هذه الهجمات لا تستدعي فقط الموافقة، إنما يجب إمداد كييف بالأسلحة اللازمة لتنفيذ مثل هذه الهجمات. وبالتالي اليوم هذه التصريحات قد تؤدي إلى تصعيد عسكري جديد، سواء في العمق الروسي في مقاطعة كورسك، أو حتى من خلال تكثيف القوات الروسية هجماتها في الشرق الأوكراني وتحديدا في مقاطعة دونيتسك، وصولا إلى السيطرة على بيكروفسك الاستراتيجية. تفضل إسماعيل، أعود إليك. مرام، لو انتقلنا إلى ألمانيا، بعد صعود اليمين المتطرف شولتس يدعو لتحرك عاجل إذا هذا الموضوع، لو توضح لنا ما هو هذا التحرك؟ نعم، يعني يبدو أن الحزب اليميني بات يشكل عائقا حقيقيا أمام أولاف شولتس، وتخوفات حقيقية لحزبه لكونه للمرة الثانية على التوالي يستطيع الفوز بانتخابات إقليمية جرت على مستوى ولايتين ألمانيتين هما تورينغن وساكسونيا. حسب التصريحات الصادرة من المستشار الألماني، فهو دعا الأحزاب الديمقراطية أن تقف في وجه حزب اليمين أو حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني، وذلك بعدما حقق نتائج عالية في هاتين الولايتين، وقال أن هذه الدعوات هي ضرورية لجميع الأحزاب الديمقراطية، وذلك لمنع وصول اليمين المتطرف إلى الحكم، واصفا هذه النتائج بأنها مريرة ومقلقة. لكن في الوقت نفسه عبر عن ارتياحه بالنسبة للتصويت في هاتين الولايتين للحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يقوده أولاف شولتس، وقال بأنه يشعر بالارتياح كون أن النتيجة تخطت 5% في هاتين الولايتين لحزبه الديمقراطي الاشتراكي، وهذا يؤهله لأن يكون ممثلا في البرلمان على أقل تقدير. لكن أيضا من خلال نسب التصويت حاز حزب البديل من أجل ألمانيا بنسبة تفوقت تفوق 30% في تورينغن وأيضا في ساكسونيا، وهاتين الولايتين هما جدا هامتان على المستوى الألماني كون أنهما جمهوريتين ديمقراطيتين في السابق في جمهورية ألمانيا الديمقراطية. وأيضا حاول ربما أولاف شولتس التغطية على هذا الفوز من جديد كون أنه لم ينسى ربما بعد الانتخابات على مستوى الاتحاد الأوروبي والتي أيضا حقق فيها اليمين نسبة عالية وحاز على عدد مقاعد أكثر من حزب أولاف شولتس على مستوى الاتحاد الأوروبي، وبالتالي هذا الأمر بالفعل بات مقلقا. وتحديدا نحن نعلم أن الأحزاب اليمينية وخاصة حزب البديل من أجل ألمانيا هو مساند ومؤيد تماما لروسيا بالدرجة الأولى، أيضا مناهض للمهاجرين والأجانب الذين وصلوا إلى ألمانيا، وهذا ربما قد يشكل قلق داخلي في ألمانيا وقد يسبب بعض الفوضى السياسية في الداخل الألماني. وبالتالي اليوم أولاف شولتس أمام ربما أيضا تحدي جديد يتعارض مع الفوز الساحق الذي تحققه الأحزاب اليمينية في الداخل الألماني. تفضل إسماعيل. مرام، إلى موضوع آخر أيضا مرتبط بنتائج الانتخابات إلى فرنسا. بعد أسابيع الجمود، ماكرون يقترب من تعيين رئيس وزراء جديد، ماذا تحدثين عن ذلك؟ نعم بالفعل، يعني كما تحدثت في أحد الصحف، هناك محاولات حثيثة من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون للوصول إلى تعيين شخص ما لمنصب رئيس الوزراء الفرنسي، وخاصة أن هناك تعليق للبرلمان وأيضا تعليق لهذا المنصب لأكثر من 55 يوما بعد أن قام ماكرون بانتخابات مبكرة برلمانية أدت إلى عدم فوز أي حزب
في المقاعد البرلمانية، وبالتالي عدم وصول أي حزب إلى درجة أن يكون حاكما في فرنسا. لذلك قام ماكرون بالإعلان عن أنه سيلتقي بسلفيه فرانسوا هولاند ونيكولا ساركوزي للتباحث بهذا المنصب، إضافة إلى وجود برنار كازنوف وهو العضو السابق في الحزب الاشتراكي. طبعا هناك ترجيحات من قبل مراقبين وسياسيين ترجح فوز برنار كازنوف في هذا المنصب، كون أنه قريبا من اليمين المتطرف وأيضا من اليسار على كلا الجانبين، وبالتالي هذا الأمر يؤهله لأن يكون في منصب رئيس الوزراء لإرضاء جميع الأحزاب التي غير الحاكمة التي لم تستطع إلى الوصول إلى حكم برلماني. وأيضا هناك تعليقات بأنه انسحب من الحزب الاشتراكي قبل عامين من الآن على خلفية تقربه من حزب فرنسا المتمردة وهو حزب يساري متطرف، وبالتالي هذا الأمر يرجح أيضا تصويت اليمين المتطرف أو اليمين أو الأحزاب اليمينية الوسطية والمتطرفة لبرنار كازانوف. وأيضا كان هناك أيضا ما يعطيه إيجابية للوصول إلى هذا المنصب، كون أنه تسلمه لفترة قصيرة أثناء حكم فرانسوا هولاند، وكان قد شغل أيضا سابقا منصب الوزير للشؤون الأوروبية والميزانية والداخلية، وبالتالي هذا الأمر أيضا يعطيه ربما ترجيحا من قبل المراقبين لأن يكون بهذا هذا المنصب، وخاصة أن فرنسا تمر اليوم بأزمات وعجز في الميزانية على المستوى الأوروبي، وبالتالي أيا يكن من يتسلم هذا المنصب سيكون أمام تحديا كبيرا، وسيكون أمام مهمة شاقة لمحاولة دفع الإصلاحات وميزانية 2025 في فرنسا. وتحديدا نحن نتحدث عن أنه هناك عجز، وأيضا هناك عجز في الميزانية الداخلية وعلى مستوى المفوضية الأوروبية، ونحن أمام أيضا برلمان معلق في الوقت نفسه، وبالتالي هذه المهمة قد تشكل تحديا حقيقيا لمن سيتسلم المنصب، وبالتالي سنرى ما يحمله نتائج هذه المحاولات من قبل ماكرون للوصول لمنصب هذا الوزراء، لمنصب رئيس الوزراء وتعيين أحد ما في هذا المنصب، وبالتالي أيضا الوصول إلى حالة استقرار نوعا ما في الداخل الفرنسي على المستوى الاقتصادي على أقل تقدير. تفضل إسماعيل، أعود إليك. كانت معنا من موسكو مراسلتنا مرام حمصي، جزيل الشكر على كل هذه المعلومات والإيضاحات.